Nijmegen. 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 أنا آسف يا نعيمة، ما قدرت إلا خبرهم. ليش قلت لهم يا رامي؟ هيك بتعمل فينا يا نعيمة؟ بنهون عليك يا نعيمة. ما نيم فينا الليل شغلتي نبلنا يا نعيمة. أنا كنت عرفانة إنك بخير. عودي، عودي يا نعيمة. شو تمام؟ أنا قلت لك ورد أبيض مو أحمر. لك نسيت اللون. يلا بلش المفاوضات. يا جماعة نعيمة قررت ترجع بس عندها كذا شرط. ها طيب يا نعيمة اطلبي وتمني. أول شرط كل العيلة لازم تخضع لدورة كمبيوتر. لا حاضر. تاني شرط اقتناء جهاز كمبيوتر بالبيت. حاضر. وأنا كمان بدي واحد. اطلب. وجهاز كمبيوتر إضافي للسيد رامي يعني إلي. الله يستفل فيك يا نعيمة. كله على حساب أبو مازن. حاضر. وشو كمان؟ خلص هدول هن الشروط. يعني وافقتي إنه ترجعي؟ وافقت. شو كان قصدك بجرزة البقدونس؟ أنا ها؟ شفتوا؟ برافو عليك. طيب لكن عمي شو كان قصدك بال بس 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 خلص خلص وقف ترجع شو بدك يا حكي المهم إنه رجعت. أنا كنت قصدتك إلك يا مالك لأنك فعلا من أخلص نعيمة. نعيمة